ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني من لندن. مرحبا بك دكتورة. إذا أمام هذه الأرقام والإحصاءات عن النازحين في العراق في نهاية هذا العام، ماذا تقولين وكيف تصفين واقع النازحين في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. وحياك الله. يعني الأمر واضح، وتقريركم الحقيقة مفصل ويعطي يعني رؤية واضحة لما مر به النازحون وما ينتظرهم. يعني التقارير الدولية والأمم المتحدة بنفسها ومن زار النازحين سواء في المخيمات أو الذين استطاعوا أن يعودوا ومن ثم عادوا بهجرة عكسية إلى مخيمات النزوح، يعني تثبت حقيقة الحالة المأساوية التي يمر بها النازحون. المعاناة من قلة الخدمات، من انعدام الأمن وقلة المساعدات التي تصل للنازحين، انعدام أمل النازحين في العودة إلى منازلهم، خاصة وأنه لا توجد لحد الآن أي بوادر لإعادة أعمار المدن التي شهدت عمليات عسكرية وتم تدمير هذه المدن كليا، مثل الموصل والرمادي ومدن محافظة صلاح الدين. يعني كل هذه المدن لا توجد لحد الآن يعني أي بوادر لإعمارها لأجل أن يعود النازحين، بالإضافة إلى هذا الاضطهاد الذي يعاني منه النازحون. يعني تقارير وثقت أن هناك مخيمات للنازحين تشبه مخيمات الاعتقال أيام النازية، وكيف يعاني منه الأطفال والنساء، وليسوا هم متهمون حقيقون، ولكن لمجرد أن لديهم صلة قرابة أو أن هناك أفراد في أسرهم وعوائلهم ينتمون إلى تنظيم الدولة، نفوا العوائل وشردوهم من منازلهم وهجروهم بحجة أن أيضا أفراد من عوائلهم وأسرهم وليسوا هم متهمون بصورة مباشرة بالقيام بأي أعمال إرهابية. بالإضافة إلى ذلك يعني الإذلال يعني التفرقة العنصرية التي والمعاملة القاسية التي تقوم بها القوات الحكومية أو ميليشيا الحشد الشعبي للنازحين في مخيمات النزوح، يعني كل هذه يعني تؤكد الوضع المأساوي الذي يمر به النازحون. بحسب تقارير دولية إذن هناك أكثر من 2 مليون نازح لم يعودوا إلى منازلهم، وهذا مرتبط عودتهم مرتبطة لأسباب سياسية وطائفية. ألا ينزع ذلك من حكومة العبادي صفة أنها حكومة لكل العراقيين، ومن قبله العبادي والآن حكومة عبد المهدي؟ نعم بالتأكيد، يعني هو واضح من تصريحاتهم يعني وأفعالهم. يعني العبادي يعني كان يسمع بنفسه كيف أن الميليشيات تهدد وتطلق التحريض الطائفي والانتقام من الطائفة الفلانية والمذهب الفلاني بحجة ثأرات قديمة، وهو لم يضع لهؤلاء الذين كانوا الذين يطلقون هذه التصريحات حد، ولم يحاسبهم بل أطلق يدهم، وكانوا من الأوائل الذين كانوا يقصفون المدن بحجة التحرير من داعش ويهدمون المنازل على أهلها ويعتقلون أبنائهم وغيرها وتغيبهم أيضا قسريا، ولم يظهر لحد الآن أي حل لهذه المشاكل سواء في زمن العبادي أو الآن في زمن المهدي عادل عبد المهدي وغيرهم. يعني كلهم جاءوا باعترافهم، جاءوا فقط لأجل يعني كان يدعي العبادي أن هذه العمليات لأجل تحرير الإنسان وغيرها، وهي ليست لها علاقة بهذا. لو كان يعني لديه أي نية في هذا الموضوع لكان أعاد النازحين إلى منازلهم وأطلق سراح وساهم في إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسريا الذين لا نعرف لحد الآن أين هم، الكثير منهم لا نعرف أين يعتقلون. وأثبتت التقارير من بعد ذلك أن هناك فعلا سجون سرية، اعترفت بعدها حكومة العبادي بأن فعلا هناك سجون سرية. نعم.
أيضا الأعمال الانتقامية للميليشيات التي تقوم بها، ماذا يعني لكم بصفتكم حقوقيين منع النازحين من العودة بزعم صلة أحد أقربائهم بالتنظيم أو سلبهم حريتهم بإبقائهم في مخيمات يمنع الخروج منها؟ نعم، الحقيقة يعني ما يقوم به يعني ما تقوم به الحكومات العراقية منذ أن بدأت العمليات العسكرية من عمليات يعني منع عودة النازحين، هذا يدخل في إطار التهجير القسري. أولا هناك كان قصف ممنهج وعشوائي على المدن والأحياء السكنية، ما تسبب في هجرة عدد كبير من المدنيين، وطبعا كانت باستخدام يعني أسلحة ثقيلة اعترف حتى يعني التحالف الدولي باستخدامها، بالإضافة إلى ذلك عدم إعمار هذه المدن بعد أن انتهت هذه العمليات العسكرية، يؤكد أن هناك عملية تهجير قسري وتغيير ديموغرافي تحدث في هذه المناطق، وهذا يعني جريمة بحق هؤلاء المدنيين الذين لا ذنب لهم في هذه المعارك. إذا حكومة العبادي أو الآن حكومة عادل المهدي بنفسها حتى هي مسؤولة وتقع تحت طائلة القانون الدولي باعتبار هذه جريمة حرب ومخالفة للقانون الدولي الإنساني. شكرا جزيلا لك من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.